وحول مجريات قمة مجلس التعاون انضم إلينا من الرياض عبر الهاتف الدكتور ماجد التركي، رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية. دكتور ماجد، تعقد أعمال القمة الخليجية على مستوى القادة وسط ملفات غاية في الأهمية والخطورة، لعل أبرزها الحرب في اليمن والملف السوري. يعني ما هي توقعاتك من مخرجات هذه القمة، خاصة فيما يتعلق بهذه القضايا المهمة؟ السلام عليكم، مساكم الله بالخير. أولا مساء الخير. طبعا القمة هذه تأتي في فترة حاسمة، لذلك نحن حقيقة في المركز ونحن نتابع الفعاليات، نحن سميناها القمة الحاسمة لأننا في منطقة الخليج ننتظر من قادتنا أن تكون لهم مواقف حاسمة من الملفات العالقة، بالذات الملف اليمني والملف السوري. الملف اليمني يعني الحمد لله دول الخليج قطعت في مرحلة طويلة جدا وجيدة ومشجعة، ولكن تحتاج إلى موقف خليجي واضح وقوي وحاسم حتى ينتهي هذا الملف إلى الشرعية لحكومة عبد الرب هادي منصور، وتعود البلاد إلى حياتها الطبيعية بعيدا عن التدخلات الإقليمية. وكذلك يأتي الملف السوري ولا يقل أهمية، لسبب رئيسي أن يتزامن الآن اجتماعات جميع أطياف المعارضة السورية في الرياض، وهو اجتماعات تعتبر تمهيدية للاجتماعات القادمة المزمع عقدها في نيويورك في النصف الأول من يناير المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، وتعتبر نتائج هذه الاجتماع تمهيد للاجتماع القادم. بين هذا وبين ذاك حقيقة الوضع الإيراني في منطقة الخليج والتدخلات الإيرانية في منطقة الخليج والعنت الإيراني فيما يتصل بمنطقة، سواء في الملفات التي تتصل بالتدخلات في الشأن الداخلي في البحرين أو يعني عناده في قضية احتلال الجزر الإماراتية، أو حتى قبل هذا كله أن الجانب الإيراني وللأسف يعني لا يتعاطى مع الجانب الخليجي كمنظومة خليجية متكاملة، بل يرفض هذا الأمر ويسعى إلى التعاطي مع دول الخليج كل دولة على حدة. لذلك نتمنى من قياداتنا أن يكون هناك موقف خليجي موحد تجاه إيران. إيران إذا تريد أن تتفاوضي معنا فهذا مجلس التعاون وهذه الأمانة العامة، أهلا وسهلا من بوابة الأمانة العامة، رأي خليجي موحد تجاه المواقف الإيرانية. نعم دكتور ماجد، يعني هذه القضايا الخارجية ربما والمهمة بالنسبة لمجلس التعاون، هنالك أيضا الموضوعات الداخلية في دول مجلس التعاون. يعني هنالك مزاج شعبي الآن باتجاه الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، يعني هل توقعاتك أن تشهد هذه القمة تحريك لهذا التوجه وتحقيق لهذا المزاج؟ أحسن، يعني هذا هو السؤال الذي يلامس الهاجس الداخلي لشعوب دول الخليج. نعم. يعني دول الخليج انتظرت طويلا قضية الانتقال إلى الاتحاد، ويجب حقيقة يعني ألا ننتظر أن يكون الانتقال إلى الاتحاد بخطوة واحدة. نعم. ممكن أن يكون بخطوتين أو ثلاث خطوات، بمعنى أن ينشأ الاتحاد الآن بمن هو جاهز من دول الخليج. نعم. يعني ممكن يبدأ الاتحاد بالمملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، وأي دولة خليجية جاهزة في تهيئت لهذا الأمر وتنضم إلى هذا الاتحاد، وتبدأ الخطوة الثانية بانضمام الدول الأخرى. نحن نلاحظ الاتحاد الأوروبي رغم أنه سنوات طويلة من الممارسة من أجل الاتحاد وسنوات طويلة من العمل، نحن نجد مثلا بعض الدول منضمة جزئيا وبعض الدول منضمة كليا. فنحن لا ننتظر أن يصدر قرار اتحاد جملة وتفصيلا في قرار واحد، نقول يأتي على خطوة أو خطوتين أو ثلاث خطوات، بحيث يعني نبدأ بالخطوة الأولى في اتحاد بعض الدول ثم تنضم بعض الدول الأخرى، وممكن أن يكون الاتحاد في سياقات أو مجالات أو ملفات معينة والباقي يكون تباعا. وأنا متأكد أن الاتحاد لو بدأ بخطوة الآن بالتفاهم بين دولتين أو ثلاث دول أن منافعه ستكون جذابة للدول الأخرى لأن تنضم لهذا الاتحاد، وستكون بريرة تشجيعية للبقية. نعم. الدكتور ماجد التركي، رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك.